لك كاريزما في غيابي وحضوري، بصيت جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم 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 ضروري. هذا سباق حماسي. حياكم الله، ما زلنا متواصلين مع برنامج كاريزما فقرة استفزني. اللي حاب يسأل سيف السام في هاشتاج هرابة، واللي حاب أيضا يسأل على السناب، موجود عندكم سناب طابع على الشاشة، طابع السناب يا محجنة الآن على الشاشة. اللي حاب يسأل أو يوجه أسئلة لي أنا، واللي حاب يسأل متسابق في الهاشتاج، وأبد أي سؤال تسألونها أو أي رغبات تطلبونها تحت أمركم أتفاعل معكم وأرد على كل أسئلتكم. اليوم معنا سيف السالم. سيف شاب عمره 23 سنة، جامعي مواد بشرية، يعني ها نقول راعي بزنس صغير يعني صحيح، يعني ها على حبة حبة. شارك 40 يوم في برامج واقعية في تصفيات، ثم لم يكتب به قبول. سيف ذك قدامك الحين دقيقة، حياك الدقيقة هذه يحكي سيف السالم نبذة كاملة في الدقيقة هذه. نبي نبذة كاملة عن سيف وعن مواهبه وعن كاريزما، ليش شارك فيه وهل يستطيع أن يستمر 3 شهور، وكيف وليش يصوتوا للجمهور عشان يبقى، وش عنده من مواهب. عند الدقيقة حيسجلها التاريخ لك. الدقيقة معك، جاهز يا محجنة؟ التايم جاهز، تفضل. أول شيء حياك الله، أهلا وسهلا، أمسي عليك وعلى مشاهدينا الكرام خلف الشاشات، أمسي عليهم واحد واحد وأقول لهم حياكم الله، يا مرحبا بكم. يمكن الدقيقة واحدة ما تكفيني. سيف شخص متواضع، شخص هادي، محب لكل الجميع، هاوي ومالك للسيارات الكلاسيك. سيف يعني راح تشوفون الأشياء اللي راح أبهركم فيها إن شاء الله في 90 اليوم في القناة، وأصرح إن شاء الله من الآن أني أدخل فيها القناة إن شاء الله وأعجبكم بإذن الله. أنا ما بيحرق كروتي من الآن، أنا ما بيحرق كروتي من الآن، لكن بتعرفون سيف زين، واللي قد شاهد سيف في 40 يوم يعرف سيف وش عنده. كم باقي من التايم؟ باقي وقت، لكن الدقيقة هذه عادي ما تهمني. بس أنا يعني المعروف لا يعرف طال عمرك، سيف معروف تقريبا. كيف معروف يا سيف؟ معروف بجمهوري و ما شاء الله جمهورك. اي نعم طال عمرك. كم عندك متابعين يا سيف؟ فيهم خير بركة، الرقم مميز. أنا ما زعلت من كم، أنا سألت كم، جاوبني على السؤال، كم عدد جمهورك؟ الرقم ما يهمني لأنهم في قلبي. ما فهمني يا رجل، أنا ما قلت لك أنهم قليل ولا كم، سؤال عشان أعرف هم قليل لكن كثرهم في قلبي كثير. هو بتتعب حقي. ليش الله فاش دعوة عاد؟ بالله بتتعبني. بسم الله عليك. بسم الله عليك. أسألك يا قلبي سؤال جاوبني عليه. رقم ما أقدر، يوم ينزل يوم يرتفع يوم. طب وهو نازل كم؟ وهو نازل حول 5000 6000. طيب حلو، الله يبارك فيك. جزاك الله خير، الله يجعل مشاهدين لي إن شاء الله. يا شباب يا 5000 يتابعون سيف السالم، عشان تثبتون لجمهور سيف السالم له متابعين ارسلون أسئلة لسيف السالم. سيف أنا اسمك طلع من ضمن التصويت الحين؟ إي نعم. كم ترتيبه؟ ترتيبي 3 وأمس رـ1. أمس رـ1؟ أمس رـ1 وإن شاء الله ثابت على رـ1. وحين رـ1 نزلت الثالث، شوي نزلوك في السادس، وبعد شوي إن شاء الله يرتفع الأول بإذن الله. يمكن ما تدري، إن شاء الله الله كريم إن شاء الله. طيب يمكن يصير التاسع، يمكن التاسع العاشر، بس إني من ضمن المؤهلين إن شاء الله والمرشحين. يعني إذا قل الرقم ما هو بقلل. سيف والله يا سيف أدورك سؤال لك ما حصلت، إلا والله جاني سؤال صدق. بتحصل بس أندور زين. وعليك أصدقائك صاحين؟ كلهم صاحين إن شاء الله، في بس الوقت الحين ما من 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 بس اللي يحب سيف يشاهده الآن. أنا يعني بس من أصدقائك اللي صاحي؟ حبايب قلبي واجد. نعم بدون فاك التوفيق. آمين يا رب وياهم. أنا أبي أسئلة، أنا تحفيز. أعطونا أسئلة تحفيز. يبحث يبغى أصدقائك عيال الحارة وأصدقائك في الشبكة. أيوة وجماهيري. جماهيري كبحة. جماهيري اللي عايش الدوم أنت. والله عايش الدوم أنت.
قسما بالله ما عرفت وعيا حركم. ليه انت في ناس تجي سبحان الله تو تدخل جماهيري عشان انت ترتبط بينك وبين الجمهور لازم مده طويله عشان الجمهور يثق فيك ويتابعك ويحكي معك ويشوف ايش عندك ويشوف ما مو بكلهم كذا. يمكن انا اشوفك من اول نظره احبك واعجب بشكليتك واخلاقك وشكلك. انت تتوقع كذا ولا عندك معرفه؟ لا عندي معرفه. طيب حلو. المعرفه الشخصيه فيني انا يمكن اشوفك يمكن جست لي يمكن ما جست لي. طيب انا بعلمك حاجه انا اسلم. كم عمرك انت؟ قلت 23 سنه. انا قد عمرك. الله يعطيك الصحه والعافيه. شفت مره ونص اوكي وانا في الاعلام. حلو ما شاء الله. قد عمرك وانا اقدم برامج تلفزيونيه ما شاء الله. قد عمرك ها وانا اشتغل اعداد وهذا ما شاء الله. يعني وصل عمرك فوق 45 مو بشغلك عاد ما شاء الله. شنو ما شاء الله. اوكي انا واضح. بعلمك حاجه نخوك ان الانسان احيانا يقيم اشياء وهو ما يعرف فيها. انت ممكن انت تقيم في العقار اقولك مبدع في العقار لان هذه لعبتك. اما لعبه الاعلام هذه لعبتنا ونخوك. طيب فيه صله بين الناس وبين الجمهور. يعني انا اعرف مجموعه من الشباب لهم اسماء ولهم تاريخ ولهم جماهيريه كونوها مده طويله مع الجمهور. حلو. فهمت؟ المده هذه صنعت بين الجمهور وبين المتسابق دعم. انت وصنعت الشيء هذا حصفق لك. جزاك الله خير. فهمت؟ بس توك داخل انت توك تقول بسم الله. حلو. دخلت قبل وطلعت. هذا رايك ولا معلومه تعطيني اياها؟ لا معلومه اعطيك اياها. شكرا. وجهة نظر محترمة جدا. شكرا انك عرفت. شكرا لك. يعني ما هي بقناعة. ما انا ما قلت لك وجهة نظر محترمة. اي يعني ما هي بقناعة لك. شلون عرفت انها قناعة ولا ما هي قناعة؟ طيب ما دام خبرتك طيب انت في الاعلام. اي طيب انت كان عندك خبرة. لا انا ما اقول عندي خبرة وفاخر فيها انا اعطيك على قد عمري. على انت تحكم العمر بالشكل وبالمواهب. لا بالتجربة. قبل شوي. بالتجربة. بمدة. بالتاريخ. يمكن في العمر هذا كله يمكن ما حققت شيء. طيب انت في ناس عمرهم 40 50 سنه. طيب في الاعلام يعني انت تفهم صح. تفهم صح. انا ما اقول لك ايه ان شاء الله. أنا يعني انت فاهم تفهم إن شاء الله تفهم في الدنيا صح. ما في احد ما يجهل شيء. لا انت سؤال بس اسالك انا جاوبني. ان شاء الله افهم صح. يعني احسن اللي يفهم صح يلعب عليه وصديقه ياخذ من السياره ويروح يورطه في ديون. ها يورطك في ديون. وش الكلام هذا؟ اي سؤال صح ومو صح. وش الكلام هذا؟ انت صح ومو صح؟ ما حد حمك واستاجب سيارتك باسمك وراح سوى كذا؟ وش عليك في الموضوع هذا؟ لا انت سؤال صح ومو صح؟ الحين انت عندك الاسئله تسالني عنها. انا ايش تبي بالسؤال هذا؟ انا سؤال ما في احد. هذه تجربتك علمتك هذا شيء بيني. هذا شيء خاص فيني انا. هذا محور. تسالني الان في الاعلام وما الاعلام ايش تبي بالسؤال هذا؟ لا لو سمحت اذا تسال في الاسئله اللي زي كذا الخاصه انت سؤال. انا ما اقدر اكمل معك. انت تقول انا اسمعني قول لا اله الا الله. قول لا اله الا الله. خلاص ما تكمل. اذا بتكمل جرحتك. اسمعني قول لا اله الا الله. قول لا اله الا الله. في بعض الاسئله ما لها داعي. لا انا ما انا سالتك على التجربه. ما جبنا اسم احد. ما جبت اسم احد بس انت جبت موضوع احد. هذا الموضوع صار فيني. ما عليك من الموضوع يعني صار فيك. اي صار فيني. طيب نعم. كيف انت بتجربتك ومعرفتك بالجا وانك فاهم. انا قلت لك اني انا فاهم وانك فاهم وافهم اصحابي واصدقائي. ما قلت مستحيل. ما قلت الكلام هذا. هذا انت هذا يسمى خذلان. يسمى نصب. يسمى اشياء يعني ثانيه. يعني اصدقائك نصابين. ما عليك فيهم. ها؟ احكم ما تحكم هذا شيء خاص يعني صديقك نصاب. ما عليك فيه انت لو سمحت. غير المحور. تبي تغير المحور غير المحور. ولا ما اكمل. شكلك زعلت انت صح؟ لا انت جيتني على شيء ما اعذرني على الكلمه هذه ما لك خص فيها. يعني انا ما احب تجيب السالفه هذه ولا تجيب الموضوع ولا اسم الرجال وخلنا على زي ما احنا عليه. عندك شيء تقوله؟ تفضل طال عمرك. والله الجمهور عنده فضول ونبي نشوف تجربتك في الحياه. الجمهور ما درى في الموضوع. الجمهور دائما يبحث عن تجربه المتسابقين في الحياه عشان يستفيد منها وقصص عشان ياخذ العبره. ان العبره اللي هي الواحد ينتبه من الشخص اللي يمشي معه. ينتبه من الاصدقاء. ينتبه من موضوع صار له. درس. هذا درس في الحياه. اكيد كل واحد عنده هدف وعنده درس يمشي عليه. انا اقول لك اخطي. أنا أخطي، ابن آدم كله يخطي. قد أخطيت في شيء وتعلمت من خطاك ولا لا؟ في مجال عمرك في الإعلام، قد أخطيت صح. في حاجة؟ أنا أخطيت وشوفني الحين ما شاء الله تبارك الرحمن تعديت من خطاي وإن شاء الله إني أطمح من أكثر إلى أكثر. يعني أنت عرفت إن نعم أنا أخطيت في حاجة وقاعد أطور من نفسي وأنا متطور الحين. أحسنت، أنا زي كذا،
ان حطينا وتعلمنا ونحوك وعرفنا. انت على عمرك تخطيت اشياء. شفت انت كيف وصلتك المعلومه؟ انا وصلتك المعلومه ان من كثر الاخطاء اللي تعلمناها والاعلام والناس والدنيا، يعني انا اسست قناه كامله. لا هذه معلومه كلنا يعرفها يا حبيبي. سيدي حبيبي سيف، انا اسست قناه وقناتين ما شاء الله وثلاث قنوات. انا من اسس قناه بدايه. انت مؤسس قناه بدايه؟ اي انت المؤسس فيها؟ انا مؤسس. ما شاء الله، وش جابك انا؟ طيب؟ ها؟ حبا فيك يا حبيبي. اجل لو داري كنت جلست عندك في البدايه. انا ترى كنت في بدايه، انا تركت الحين بدايه ما عاد لي دعوه فيها. شفتني انا ما كملت 40 يوم في بدايه. انا ما نتكلم عن بدايه، ما نتكلم في تدري بداية ليه؟ بدون ما ندري اي خله هذا موضوع. بس انا علمك، انا علمك، بس انا بنصحك نصيحه يا سيف، لازم تحتار خوياك بعناية. اسمع ايوه تحتار. ابشرك اخترتهم وعارفهم وابشرك محازيم وبيضين الوجيه. بنشوف الايام الجايه باذن الله. حبيبي سيف يعطيك العافيه. الله يعافيك طال عمرك. واتمنى انك تضبط اعصابك وتضبط نفسك. طيب جيبوا لنا عصير برتقال. وقدام 90 يوم ان نجحت فيها باذن الله ناجح، حيصفقك الجمهور ويدعمك. وان فشلت فيها اتمنى انك ان شاء الله تفشل وتنجح في مكان ثاني باذن الله. باذن الله حبيبي سيف. جيتك من معكم سيف السالم يقول ان شاء الله انا فاضي المليون. إن كنتوا مقتنعين بكلامه صوتوا له، وما اقتنعتوا زحفوا. إن شاء الله. يعطيك العافية. الله يحفظك. فرصة سعيدة. على خدمة. شكرا. شكرا لك. فرصة سعيدة.